مساكم الله بالخير والسعادة والمحبة والسلام دائما وابدا. طبعا هذه المرة من الرياض، ولكن ملاحظة لوقف الانتقادات، لم أربط حزام الأمان وما أسجل وأنا أسوق لأن السيارة متوقفة. الموضوع المهم يمكن اللي يتساءل عنه الناس الأيام الماضية عن السودان، ما هو موقف السعودية من السودان، من هو الشخص الذي تؤيده السعودية في السودان. أنا أعتقد أن البيان السعودي اللي صدر قبل أيام كان واضح جدا، هو في تأييد ما رآه الشعب السوداني، طبعا هو اللواء برهان، وأعتقد الشخص المتوافق عليه عربيا، اعترفت به السعودية واعترفت به جامعة الدول العربية. ولكن لو لاحظت أيضا في البيان السعودي أن السعودية قالت أنها تقف مع ما يرتئيه الشعب السوداني وما يرتضيه. في موضوع الجزائر نفس القصة، لم تتدخل السعودية ولم تحاول أن تصطف مع فريق ضد الآخر حتى يقرر الشعب الجزائري، ومن ثم تصدر السعودية بيانها مع الشعب. ولهذا طبعا الجزائريين أصدروا يمكن رفضهم، وكذلك السودانيين وليبيا لأي تدخلات تركية. الجزائريين طبعا أصدروا اليوم، وأنا أعتقد أن السودانيين في ثالث أسبوع. فكما قلت أنا أعتقد أن المشهد في السودان طبعا حتى الآن ضبابي، لأن هناك حركة يمكن سأضع رابطها بعد قليل تسمى جمعية المهنيين السودانيين. هذه الجمعية هي من قادت التحرك في السودان بشكل تدريجي، ولا يعرف طبعا من يقف خلفها، ولكن حينما تم جمع المعلومات وكتابة موضوع صحفي عنها، هي طبعا تجمع من عدة تجمعات واسموه تجمع المهنيين السودانيين، وهو من قاد التغيير في السودان. هل انتهى الموضوع في السودان؟ الله أعلم. هل اللواء برهان هو النهائي، أم أن الشعب السوداني مثلا لا يريد حكم العسكر نهائيا؟ أيضا هذا ما ستبين الأيام القادمة، لكن كما قلت من خلال البيان الرسمي السعودي، أنا أعتقد أنها تقف أو أنها تقف مع ما اختاره الشعب السوداني وهو اللواء برهان. اليوم من الرياض هناك طبعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، زيارة مهمة جدا، ولكن أيضا علينا الحذر من الطائفيين على وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك طبعا أسماء دائما تظهر على أنها أسماء محبة للوطن، ولكنها تبث السموم، ومثل ذلك ما حدث قبل أسابيع حينما ذهب 100 مسؤول سعودي وأعلنوا عن التبرع ومنحة العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز حفظه الله بمليار دولار للشعب العراقي. بعدها طبعا ذهب رئيس الوزراء العراقي إلى إيران، وبدأت الأصوات الطائفية والأصوات المشككة أن هذه الأموال السعودية ستذهب إلى إيران. أولا من حق رئيس الوزراء العراقي أن يزور أي دولة، لأنها طبعا دولة ذات سيادة، ومن حقه أن يزور إيران، ومن حقه أن يزور السعودية، ومن حقه عمل توازنات، لأنه هو بين دولتين لهما ثقل عسكري وقوتين، ولكن طبعا التأثير والقيادة أكيد للسعودية في المنطقة. فمن الطبيعي أن يقوم بعمل موازنات وتوازنات إقليمية مفيدة لبلده ولشعبه. ولهذا لا تندفعوا دائما خلف النفس الطائفي أو النفس الهجومي على أي رئيس وزراء يقوم بزيارة، وخصوصا إذا كان في المنطقة لعمل توازنات، وليس طبعا كما تقوم الدولة الجارة للأسف بالتحريب والزيارات للمناكفة. رئيس الوزراء العراقي اليوم يكمل ما بدأه من سبقه حيدر العبادي، وأنا أعتقد أنها زيارة مهمة جدا. معروف طبعا أن السعودية لم تكن تريد أن تتدخل في العراق بعد سقوط صدام حسين، ولم تدخل العراق ولم تحاول التواصل بعد عام 2007. أمر طبيعي، يمكن شرحناها أكثر مرة، الفترة الأولى من 2005 إلى 2007 ومن 2003 إلى 2007 تقريبا و2006 كان يحكم العراق شخص أمريكي هو بول بريمر، ومن ثم طبعا تعاقبت الحكومات ووصلت ذروة الخلافات و الارتماء في الأحضان الإيرانية من قبل نوري المالكي وعداء العلني طبعا للسعودية. السعودية لم تكن تريد أن تتدخل، ولم تكن أن تكون تريد أن تكون جزء من أي أمر قد يمس الفوضى العراقية أو عدم الاستقرار العراقي في تلك الفترة، فانكفأت وتراجعت، هذا أمر طبيعي. ولكن حينما أصبح هناك عقل وحكومة لديها بعد نظر سياسي وتستطيع التواصل مع الآخر، مدت السعودية يدها وفتحت أبوابها و قطعت أو بالأصح أنهت القطيعة القديمة. وطبعا الزيارة لليوم مهمة، وهي تمثل هذا الأساس، أو هي طبعا من إحدى الأساسيات في إنهاء القطيعة الماضية. السعودية دورها محوري في العالمين العربي والإسلامي، فمن الطبيعي التقارب. وأنا أعتقد أن أيضا علينا مسؤولية ليس كسعوديين فقط، وإنما من جميع الدول العربية على وسائل التواصل الاجتماعي في تخفيف التنمر
تجاه الشعوب وتجاه الدول وتجاه القيادات التي نفتح معها طبعا إما صفحة جديدة أو حتى تقوم بزيارتنا أو زيارتها، لأن الناس تقرأ وشعوب تلك الدول تقرأ، وكل تعبير عن الرأي بطريقة عقلانية مطلوب مع أو ضد. ولكن حينما يتحول دائما الرأي إلى هجوم أو إلى نفس طائفي أو لماذا نقوم بزيارة هذه الدولة تزورنا، أنا أعتقد أن مثل هذه الآراء قد تفهم بشكل خاطئ وقد تستخدم في توجيهها ضدك وضد بلدك. اليوم حكينا عن السودان، الجزائر على السريع، وعن زيارة عادل عبد المهدي إلى السعودية. تبقى موضوع ليبيا، أنا أعتقد أنه أيضا يستحق وقت أطول ويستحق مساحة لوحده، خصوصا طبعا أن هناك حديث عن سفينة تركية محملة بالأسلحة وصلت إلى شواطئ طرابلس قبل أيام، وهناك طبعا دخول غريب وتحالفات غريبة. يعني مثلا المتضادين في سوريا تحالفوا في ليبيا، ونقصد طبعا فرنسا وروسيا، وهم في سوريا متقاتلين ومتضادين يعني. فهذه أيضا من الأمور اللي تجعل الإنسان يفكر ويقرأ كثيرا لماذا التحالف. طبعا التحالف معروف، ولكن سأتركه لكم حتى نتحدث عنه إن شاء الله في مرة قادمة. شكرا لكم دائما وأبدا، حياكم الله باتفاقكم وباختلافكم، وفي أمان الله.